اليوم راح اسويكم معكرونه باللبن من اطيب الوصفات صراحه. انا هذه الوصفه بالتحديد يعني اعتبرها شيء يختلف عن اي وصفه بالمعكرونه، طعمها كلش 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 طيب يا فرج وهيلين. فخلونا نحكي عن مكوناتها. اول شيء عندي المعكرونه، هنا يستخدمون هذه المعكرونه قواقع، ليش؟ لانه هي راح تاخذ كميه كبيره من اللبن، فهذه حتى يدخل اللبن بكل اجزاء المعكرونه. مثل ما تشوفون هنا عندي هنا مي، ضفت له ملح وراح اسلق بيه المعكرونه. بسم الله. هذه المعكرونه سلقه كامله لو سلقه يعني 80% راح اسلقها، بس المهم ما تنمرض. هنا وراح احتاج بصل، طبعا هنا انا ضايفه زيت، راح اضيف البصل لحد ما يشوح عندي، بعدها اضيف اللحم المفروم. مثل ما تشوفون المكونات ظاهره عندكم على الشاشه. المعكرونه باللبن من الاطباق جدا لذيذه وسهله وسريعه. يلا انا احب المعكرونه ولهذا اعرف اسويها حتى بالبيت كلش زين يعني. الحمد لله الشيء الوحيد يعني اللي ما احرقه. تخيلي هذين طلعت تسوي شغله معكرونه. لا اليوم اخذت هي مهمه احمد التميمي. احمد لا يوقف على الطاوله دائما مكانه هذا. هسه راح نجهز اللبن. اللبن راح نضيف هنا عندي كوبين كبار من اللبن، وهنا راح اضيف ليه خل اخذ الخفاقه اللي كسرها فرج مثل ما تشوفون صار هواية على فرج خطية. وراح اضيف كوب مي، يعني كوبين كبار كلش لبن ضفت له كوب مي. اكو ناس تحبها تصير اخف واكو ناس تحبها اذخن، فانتو حسب ما تحبون. هنا راح اضيف النشا، هنا انا عندي 3 معالق كبيرة من النشا، وطبعا اذا كانت اخف تكثرون النشا، واذا كانت اقل تزيدون النشا، يعني تقللون النشا يعني حسب التخن اللي تحبوه. هسه انا ضفت النشا مثل ما تشوفون على اللبن، ضفت له المي، هذه خلاص